يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح هذه المقولة كأن يقول الرجل الحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني كامل ولا كامل إلا وجه الله؟ يقول الحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني كامل ولا كامل إلا وجه الله. كامل بحسب حاله، الكمال يختلف، كامل بحسب حاله وبالنسبة إلى غيره وأكمل من غيره، لا بأس. نعم.